فان شاء الله الساعات التانية تبقى على نفس المستوى احسن باذن الله يا رب. النهارده هنتكلم عن شبرا. طب ما تتكلمي الاول عن مصر الجديده يا بنت الناس، بحيث انها اول حلقه ما بقاش متوتره توتر اول حلقه، وكمان ان انا هتكلم عن مكان ما اعرفوش. مبسوطه جدا طبعا، مبسوطه جدا بعد الحلقه يعني، حاسه الحمد لله. كنت حاسه اني هتوتر طبعا، كنت متوتره جدا، بس كنت حاسه ان ده هيتضرب في مليون بقى، ان انا مش عارف اقول حاجه، واني هنسى المعلومات، واني مش هفتكر الحاجات اللي المفروض اقولها، واني الناس هتخش فجاه تقول لي حاجات مش متوقعاها. فطبعا الحمد لله الدنيا مشيت بشكل كويس جدا. الخزندارة، منطقة الخزنطارة أكتر من رواية. ماشي يا جماعة، الاحتكاك الأول بالمايك زقيته دلوقتي. شايفة أن الفكرة تقدمت بشكل كبير زي ما كنت طرحها في مع لجنة التحكيم في أول حلقة خالص، أن لا، الطرح بتاع موضوع الفكرة والحلقة هتمشي إزاي ما بين المعلومات وما بين الناس تتكلم، حاسة أن ده تحقق بنسبة كبيرة يعني من وجهة نظري. تفاعل الجمهور ده بقى كان من اكتر الحاجات اللي كانت واصله لي جدا الحمد لله. وحتى كان في ناس بعملها تقول لي التليفون مشغول، مش عارفين اتصل، التليفون مشغول. فحسيت ان دي اكتر حاجه يعني، ان لا، الناس فعلا مش عايزه تخش وعايز تقول حاجه، حتى اللي مش من المنطقه عايز يتكلم، ان هو عايز منطقته تبقى في حلقه بعد كده، او هو نفسه عنده حاجه يقولها يعني. حسيت جدا ان الناس متفاعله الحمد لله. معانا تليفون، معانا شيرين من شبرا، استاذ علي. الو. ايوه، مساء الخير. مساء النور. فكره البرنامج تحفه جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا شيرين. البرنامج اللي انت بتقدميه عن شبرا وعن كل احياء القاهره، يا ريت يا رب يوفقك ويوفق زمايلك في المسابقه ان شاء الله رب العالمين. طب انت من زمان ساكن في شبرا يا عبد الله ولا جديد يعني في شبرا؟ ابا عن جد. بقى معانا دلوقتي اتصال من السيناريست الفنان دكتور مدحت العدلي. لو هنتكلم عن شبرا لازم نتكلم عن العدليه، فمعانا دكتور مدحت. مبروك البرنامج. الله يخليك يا دكتور مدحت. يعني حضرتك كده يعني ايه، عملت في البرنامج نقله نوعيه. مكالمه مدحت العدل ادتني مش طاقه، ادتني دفعه معنويه كامله ان انا اكمل. طبعا ربنا يخليك يا دكتور، وتابع معانا بقى ان شاء الله كل الحلقات، هنتكلم عن مناطق كتير. شكرا جدا يا دكتور مدحت. شكرا جدا، تشرفنا بحضرتك. شكرا جدا لي. اول مره اطلع هوا، اول مره ابقى في اذاعه، اول مره ابقى قدام مايك، فكل اول مره اخد تليفونات، فكل ده بالنسبه لي هتحكم شويه في التوتر. يمكن الحلقه الجايه ان شاء الله لو ربنا اراد وكملت مش هكون كده يعني، هكون شويه فاهمه بقى المداخلات بتحصل ازاي، بيجرى ايه يعني، هبقى فاهمه شويه السيكونس بيبقى ماشي ازاي، فمش هيبقى عندي نفس المستوى بتاع الخضه اني متفاجئه مش عارفه الاغنيه هتخش وانا هخرج ولا مين هيفينا ويفتح للتاني. للتصويت العكسي لنجم راديو ستار 2017 ابعت SMS على 95128 فيها رقم المتسابقين، أو اتصل من أي تليفون على 11 28. نجوم FM على كيفك.